بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بدأت هذه الأيام خير أيام العام على الإطلاق. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. وأفضل ما يتقرب الإنسان فيه في هذه الأيام إلى ربه جل وعلا أن يحج البيت، تلك العبادة التي بدأها إبراهيم الخليل عليه السلام وأذن في الناس بهذه العبادة إلى اليوم لم ينقطع الموحدون عن حج بيت الله الحرام. ما غايتنا في هذه الدنيا؟ نعمل ونجتهد ونتسابق إلى الخيرات، لما؟ لنصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الحج ليس له جزاء، الحج ليس له جزاء إلا الجنة. كلنا عليه من الذنوب والخطايا ما يتمنى أن يتخلص منها، كيف يتخلص؟ قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صفحة بيضاء بل مليئة بالحسنات، الشعرة الواحدة لو حلق الإنسان رأسه بحسنة. والطواف خطواته، بل من طاف أسبوعا كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وتخيل عبدا صالحا أشعث أغبر أتى لله ضاحيا، كشف رأسه وجلس على صعيد عرفة يرفع يديه لربه عز وجل، فينزل الله إلى السماء الدنيا يباهي بعباده الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. حتى جاء ذلك الحديث الذي فيه أن بلال يأتي إلى رسول الله فيقول النبي لبلال: نادي الناس في عرفة. فنادى بالناس واجتمع الناس، فقال النبي لهم: إن الله عز وجل قد غفر لأهل المشهد أهل عرفة وضمن عنهم التبعات. ضمن عنهم التبعات، أي تبعاتهم على الناس الله يضمنها عنهم، هذه لهم ولمن جاء من بعدهم. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاءت عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، نرى أفضل العمل الجهاد، فهل لنا أن نجاهد؟ نريد أن نجاهد، وهي امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. من حج لله فهذا نوع من أنواع الجهاد. الحاج اللي يخرج من بيته دخل في وفد، أي وفد؟ إنه وفد الله. الغازي والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه. لو قيل لك، لو قيل لك ستخرجين أو ستخرج في وفد الملك، وفد الحاكم، وفد الرئيس، الوفد الذي سيذهب مع الرئيس أو يستقبل الرئيس، ألن تفرح؟ ألن تسر؟ البعض منا ربما لا يستطيع أن يتحكم بفرحه. كيف لو قيل لك أنت في وفد الله؟ إنهم وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. الحج ليس كمثله شيء، خصوصا في أفضل الأيام في العام، حج مبرور يزن بأعماله كثيرا من الأعمال. بل والله إن بعض الصالحين وبعض السلف لما استطاع أن يحج ظل يحج كل عام إلى آخر حياته، ومنهم من حج 80 عاما في كل عام يحج. إن عبدا صححت له جسمه، حديث قدسي، إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، والله محروم. من الناس من أهل مكة إلى الآن ما حج فرضه، ليس عنده عذر. ومن الناس يخرج من موسكو ومن الصين ومن استراليا ومن شمال أمريكا وجنوب أفريقيا، وبعضهم يمشي على الأقدام ليحج بيت الله عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. من كان لم ينوي فلينوي، ومن كان غير مستعد فليستعد، وربما تكون النية يكتب لصاحبها الأجر كاملا وإن لم يستطع
أن يحج إلى بيت الله. أسأل الله أن يكتب لنا الحج هذا العام وأن يتقبله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.